عيسى بن سعد بن سلطان المسيفري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار في هذا المساء المميز، مساء الرموز، مساء الحقائق. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. شوطنا الرابع والخنجر والزميل بسام الشمري. شكرا للزميل شجاع العتيبي، بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب وأسعد الله مساءكم بكل خير وبركة في ثاني أيام المهرجان السنوي لسباق الهجرة العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه. الشوط الرابع ورمز الحقائق القعدان الانتاج الخنجر الفضي بالإضافة إلى مليون ريال قطري ينتظر إحدى هذه الأسماء. والأربع كيلومترات هي رحلتنا التي تضم نخبة من الحقائق الانتاج ينطلقون باحثين وطامعين بالخنجر الغالي. نبدأ على بركة الله بعد المراكز ومع الصدارة يتواجد الحزم مسعود بن محمد بن مسعود بن قطام المري، يتواجد باندفاعة الحزم على المركز الأول بينما المركز الثاني أتابع هنا بين بشعار مسلم بن علي بن سعيد بن دري المنصوري يتواجد على المركز الثاني بينما المركز الثالث يتواجد الأسد الشرقي بن حمود بن الزفنة الحرسوسي يتواجد مع اندفاعة الأسد على المركز الثالث. المركز الرابع وصل بن خيرات يتقدم مع شرط سهيل بن خيرات الدودة العامري على المركز الرابع. والمركز الخامس يتواجد الفاتن بشعار راشد بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي. هذه نتيجة مشاهدين الكرام مستمعين الأفاضل للخمس الأسماء الأولى، للخمس النجوم التي تسيطر وتنطلق في موقع التحدي وفي دائرة النداء والإذاعة. ومن يود المنافسة ومن يود انتزاع الخنجر ينضم إلى نخبة المقدمة ونخبة الصدارة في هذا التحدي وفي هذه المنافسة المميزة وبهذه الأمسية التراثية الجميلة، أمسية الرموز في مهرجان الأمير الوالد حفظه الله. معركة من أجل الرموز، معركة من أجل النواميس. الخنجر الفضي للإنتاج هنا في هذا التحدي من بين هذه الأبطال وهذه النجوم الحاضرة في هذا التحدي الكبير. ولكن البداية الحزم ما زال مع المركز الأول مسعود بن محمد بن مسعود بن قطام المري على المركز الأول يفرض السيطرة. ولكن بن خيرات بن خيرات ينطلق مع شرط أحد الأسماء التي يمتلكها بن خيرات. ها هو شرط يتقدم يتسلل إلى الصدارة بقيادة وبتحديات سهيل بن خيرات الدوده العامري، يتحرك نحو الانتصار الغالي نحو الخنجر الفضي. بن خيرات على المركز الاول، بن قطامي على المركز الثاني، بن رشيد على المركز الثالث مع الفاتن راشد بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي. والاسد على المركز الرابع يتقدم الشرقي بن حمودة بن الزفنة الحرسوسي. والمركز الخامس بن دري مع بين مسلم بن علي بن سعيد بن دري المنصوري. الكيلومتر الأخير تعديناه يا مشاهدين وبدت معركة الأبطال، معركة الكبار في هذا المسار. الخنجر الفضي ينتظر إحدى هذه الأسماء.
الأسماء والشعارات الكبيرة والشعارات العملاقة، شرط بن خيرات على البداية، الحزم مع بن قطامي على المركز الثاني، بن أبو الرشيد مع الفاتن على المركز الثالث، والمركز الرابع يتحرك بين بشعار بن دري المنصوري، والحرسوسي يتقدم مع الأسد. الله 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 الله، الحزم مع العزم ينتزع في هذا التحديات المركز الأول، والخنجر الفضي ينتظر إحداد الأسماء، مسعود بن محمد بن مسعود بن قطام المري على المركز الأول يفرض السيطرة، ولكن شرط بن خيرات على المركز الثاني يتقدم سهيل بن خيرات الدوده العامري، ولكن ابن قطامي ابن قطامي الحزم معه العزم معه العزم، الحزم ينتزع الخنجر الفضي تهنئة من مخرج العزيز الى بن قطامي، مسعود بن محمد بن قطامي المري ينتزع الناموس مع الحزم، هنا عزم انتزاع الخنجر الفضي، تهانينا والمبروك على هذا الانتاج الفاخر يا بن قطامي. المركز الثاني وصل شرط لسهيل بن خيرات الدودة العامري، والمركز الثالث المركز الثالث الفاتن راشد بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي، والمركز الرابع الاسد الشرقي بن حمودة بن الزفنة بن سهيل الحرسوسي، والمركز الخامس بين المسلم بن علي بن سعيد بن دري المنصوري. هكذا مشاهدين الكرام مستمعين الافاضل حكاية ورواية الخنجر الفضي للحقائق القعدان الانتاج، كان الحزم معه العزم في هذا التحدي الكبير، انتزع الناموس وحقق الانجاز في هذا التحدي الكبير، الخنجر الفضي مع مسعود بن محمد بن مسعود بن قطام المري ينتزع الناموس ويحقق هذا الانتصار المسائي الجميل بتوقيت زمني وقدره من مسافة 4 كيلومترات. هكذا مشاهدين الكرام مستمعينا الافاضل تابعتم معنا المنافسة والتحدي، فكان الحزم من البداية، وتهنئة من مخرجنا محمد بن خزينة لمسعود بن قطامي على هذا الفوز والانتصار، وها هو ملخص الشوط الماضي، والتهاني عندما انتزع الحزم ناموس الشوط الرئيسي للحقائق القعدان. أتابع هذا التحدي الكبير والمنافسة المميزة، 5 دقائق 49 ثانية، 4 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لمسعود بن محمد بن مسعود بن قطامي على فوز الحزم بالخنجر الفضي للحقائق القعدان الانتاج. المركز الثاني جاء شرط 5 دقائق 50 ثانية، 14 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لسهيل بن خيرات الدود العامري على فوز شرط في المركز الثاني. المركز الثالث الفاتن وصل بتوقيت زمني وغدره 5 دقائق 50 ثانية، 70 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لراشد بن علي بن عبيد بن رشيد.